بطاقة مباراة اليوم وموقف الفريقين بيحل غزل المحلة في أسامنا مساء ضيفا اليوم على سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي بقيادة تحكيمية يقود حكم المباراة النهاردة محمود عاشور حكما ساحة ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد نوفل وأحمد ناجي حكم رابع على تقنية الفيديو كل من محمد علاء ويعاونه أحمد جابر. موقف الفريقين سيراميكا كليوباترا بيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من 26 مباراة وغزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة من 27 مباراة. استعرض مع حضراتكم مباريات الأسبوع 28 بتنطلق المباريات اليوم في الثامنة مساء بيحل غزل المحلة ضيفا على سيراميكا على استاد الدفاع على استاد القاهرة الدولي. مباريات الغد بتنطلق في السابعة مساء المصري مع الداخلية على استاد برج العرب وفي التاسعة والنصف إنبي مع الاتحاد على استاد بتروسبورت. مباريات الثلاثاء في الخامسة مساء بتنطلق حرس الحدود مع المقاولون العرب على استاد حرس الحدود وفي السابعة مساء سموحة مع فيوتشر على استاد الإسكندرية وفي التاسعة والنصف طلائع الجيش مع فاركو على استاد جهاز الرياضة. يوم الأربعاء مباراة وحيدة بتنطلق في التاسعة والنصف مساء البنك الأهلي مع الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي. والخميس مباراة واحدة في الثامنة مساء الزمالك مع أسوان على استاد القاهرة الدولي ومباراة مؤجلة ما بين بيراميدز والأهلي على استاد الدفاع الجوي. استعرض مع حضراتكم جدول ترتيب الفرق في الدوري. بيأتي النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، فيوتشر في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، في المركز الرابع الزمالك برصيد 43 نقطة من 26 مباراة، والاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، في المركز السادس المقاولون العرب برصيد 37 نقطة، في المركز السابع فاركو برصيد 36 نقطة، في المركز الثامن المصري البورسعيدي برصيد 36 نقطة، وفي المركز التاسع سموحة برصيد 34 نقطة، في المركز العاشر إنبي برصيد 33 نقطة، في المركز الحادي عشر أسوان برصيد 31 نقطة، في المركز الاثناشر سيراميكا برصيد 30 نقطة، في المركز الثلاثاشر غزل المحلة برصيد 30 نقطة، وفي المركز الأربعتاشر الإسماعيلي برصيد 29 نقطة، وفي المركز الخمستاشر الداخلية برصيد 26 نقطة، وفي المركز الستاشر البنك الأهلي برصيد 25 نقطة، المركز السبعتاشر طلائع الجيش برصيد 24 نقطة، ومتزايل جدول الترتيب في المركز الثمانتاشر حرس الحدود برصيد 16 نقطة.